بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اجعلنا من خير من سعت بقدم نحو لقائك يا ربنا. أمين يا مجيب الدعوات يا رب الأرض والسماوات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. قل أغير الله أبغي ربا؟ واش نختار ربي حد آخر؟ واش بيكم تلخبطتوا؟ تقلبت الموازين وشنو؟ يعني على ربي فما من نختار؟ كيف؟ هذا شيء محير. اللي عنده عقل مسكة بسيطة من الرجاحة العقل، وعمو ما يفكر باش يختار ربي أحد. في لا شك، إذا هو حقيقة، وهو الحقيقة هي أن الله الله، وكونه هو الخالق الأوحد متفرد بالخلق، وكونه الرازق الأوحد، وكونه المجيب الأوحد، وكونه الرحمن الأوحد، وكونه التواب الأوحد والغفار الأوحد، ونختار عليه. وينكم؟ أقولكم ضاعتكم وأنتم لا تعلمون، وعاملين روحكم حاجة كبيرة في ميدان العقل. لا دوحي مباركة على هؤلاء الأنذال منا عقلاء. الشرق والغرب ليس لكم عقل، لو كان عندكم ذرة من العقل كنتم ربما خير منا. هذا نقوله ونعيد ونعيد ونكرر، لعل البعض منكم يستيقظ يقول ماذا يقول فلان، وما معنى قرآن، وما معنى رب الإنس والجان. ايه يشبه انتوا توكلوا على الله وشوفوا طريق هذا مقنع أو مقنعة، وهل فيه خير عميم وفيه غلال طيبة ملا منظرا ورائحة ومذاقا وهضما تأخذوها سائغة. خذوها وانتم ملا راضي عنكم المولى، خذوها اشتخذوها الدنيا ذي، وربي غضب عليكم يلعنكم في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة.